يقول حتى ما نطول على السائل في الجواب عن السؤال نعود إليه لنقول أولاد الكفار إذا ماتوا قبل سن التكليف فهؤلاء لا يحكم لهم بجنة أو بنار، أما أنه لا يحكم لهم بنار لأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتمام هذا قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فإذا هذا الصبي نصراني أبوه وأمه، هذا مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه المؤاخذة، ولذلك فلا يحكم له بالنار، لكن في الوقت نفسه لا يحكم له أيضا بجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا ما يعرف الإمام من الكفر، لذلك فلا يقطع له بجنة ولا يقطع له بنار. ولكن لهم في عرصات وساحات يوم القيامة لهم معاملة خاصة، لهؤلاء الأطفال أطفال النصارى والذين جاءتهم الدعوة في سن الخرف الكبر، والذين لم تبلغهم الدعوة مطلقا، هؤلاء أيضا لا يحكم لهم بجنة ولا بنار. هؤلاء جميعا لهم معاملة خاصة في عرصات يوم القيامة كما جاء في مجموعة من الأحاديث. خلاصة هذه المعاملة أن الله عز وجل كما أرسل إلى الناس في الدنيا رسولا، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. وعليكم السلام. قالوا ومن يبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كذلك الذين ذكرناه من الأنواع يبعث الله عز وجل إليهم يوم القيامة رسولا خاصا بهم، فيأمرهم جميعا بأن يلقوا بأنفسهم في النار. نعم، ذكرناهم الأطفال النصارى والشيخ الثاني اللي بلغته الدعوة على خرف وعلى كبر، والذي لم تبلغه الدعوة مطلقا. هل أجناس هذه يبعث الله إليهم رسولا في عرصاتهم القيامة؟ ليس هناك دار تكليف صلي صوم كذا، لا، إنما هي ساعة من النهار ألقوا أنفسكم في النار. طبعا هذا الرسول المرسل من الله إلى هؤلاء الناس كأي رسول أرسل إلى أهل الأرض، هؤلاء الرسل أرسلوا ومعهم براهين ومعجزات يثبتون للناس أنهم مبعوثون من الله تبارك وتعالى. كذلك يجب أن نتصور بأن هذا الرسول الذي يرسله الله تبارك وتعالى في عرصات يوم القيامة يرسله ومعه التصديق، مش مسمى في الحديث من هو، لكن الشاهد معه الراية
معه البرهان على أنه مرسل من الله تبارك وتعالى. احفظ سؤالك. فيأمرهم جميعا بأن يلقوا أنفسهم في النار، فمن أطاع كانت ناره جنة، ومن عصاه دخل النار رغم أنفه. هؤلاء الناس الذين هم من الأصناف الثلاثة، حينما يبعث الله عز وجل إليهم رسولا يأمرهم بأن يلقوا بأنفسهم في النار، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وهذا التكليف